أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة برغل بالطماطم والسوسيس. المقادير: سوسيس، برغل، بصل مفروم ناعم، فصين ثوم مفرومين، رشة زعتر، طماطم، دبس رمان، معلقتين كبار خل، حب رمان للتزيين، مكعب مرقة، رشة كمون، زيت زيتون، ملح وفلفل. هنبتدي مع بعض دلوقتي طريقة التحضير. حطي البصل المفروم في طاسة فيها زيت على النار مع الملح والفلفل ومكعب المرقة وقلبيه كويس لحد ما يدبل، وبعدين افرمي السوسيس في الخلاط وحط عليه البصل والكمون والثوم والبرغل المنقوع المتصفي وقلبي الخليط. بعد كده حطي عليهم رشة زعتر ودبس الرمان والخل وقلبي الخليط كويس، وبعدين حطي شوية حب رمان في طبق التقديم وحشي الطماطم بالخليط اللي عملناه ورصيها على الرمان وقدميها وهي باردة كمقبلات. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.